الله أكبر. قال لك ذا برد. جميل جدا. العديم الليل واصله تقصيت اجهدي، حال ما بيني وبينه من الحظ قشره. السلام عليكم. عليكم السلام. انقطع حبل الوصل من يديه ومن يدي، سبت اللي فالقطيع دمرني ودمره. اي والله. موسى شنطتي الساعة 6 يقول الله يا خالي ناصر. مليون منو؟ خالي ناصر. بقى لي 40 دقيقة. يقول شو يقول؟ يقول نايف يا مطيري يا يومي. الحبلة عشان كذا أنا جالس في رصيف. الحبلة الحين والعزبة تونا حتى في الساحة هذيك. الله. الآيس كريم هناك. إيه. وفي رشاش مطر. إيه. وفي ورعان يلعبون في الطرف الخط هناك يصيحون. واحد منشر على اليمين. إيه. واحد ينشر هناك. في ناس يتسلقون الجبل ذياك. الله. ناس داخلين القرية ترى ذي. الله. نطلع من هذا السلام ننزل الوديع. الوديع. ناخذ لنا شاي من داخل المحل. ايوه. نطلع يجينا دور ملك عبد الله. تطلع يسار. على طريق عبد الله. باخذ يسار. ايش؟ تعال تعال. ايه. اطلع حلو. تعال اطلع حلو. تعال يا حبيبي. حبيب قلبي. عرفت؟ اوصل لك عش معنى الحياة. تعال عش معنى الحياة حياة الديرة. نصلي. نصلي العصر. ايه. ونطلع للحبل. ايوه. انتوا في ابهاتكم. ايوه بنروح البحر. عاد احنا بنروح البحر. اسمع صلي العصر. ايوه. هذاك الشخص. شخص جديد من المدينه. أيوة. 11 ريش يا ولد. اسمك سلفا. والصندوق يطلع السلامه. ايه. في عزبه من هلا والهرش والانوار وكل شيء. بعدها يطلع السلامه نحول الحبله. احسنت. ونفرش فيها شنو فينا. عرفت الرذاء؟ ايه الرذاء. خليك شوي المصيفين جايين رايحين. واحد هناك صف الايس كريم وذاك عزيزي من الجنوب كله في الصيف. في القوا خمسة الى الساعة 5 نصفط عزبتنا ننزل وديين في محل شاي اعرفه. يجينا ندور ملك عبد الله. خذ يسار على طريق وين؟ ملك عبد الله. امسح طبلون. طيب وقف في محطة قبل 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 مستشفى عسير. ايوه. وقف موتر كناك اركب في السيارة الثانية. نعم. حقت كشخ. ايوه. اعطهم رازيم. اعطها شله. الهزام يا الاول. مد يدك من برا. لا لا تمد يدك من برا كذا انت من عصابه امريكيه. لا ما لا لها دخل. لا لا. المهم يعني ما في شيء الحين عشان عيد السالفه. كمل كمل. ها؟ لا تقول السالفه عشان الحين خلينا نخش من السالفه. المهم وقف نبعد العصب نلبس ذاك الثوب الجديد. نعم. ريحه العجاج وريحه العطب. نبدا هو الشغل والمرازيم ونشغل الشله. لا مو شغل. لا نشغل عبد المجيد ونقوم نتخبل. لا 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 نقوم نتخبل. ها حبنا نلعب تو. المهم ايه عقب اسمع. ايوه وصلت. ندخل نضغط الحزام نقعد فيه 3 ساعات لين نوصل المكان اللي ابوه. طبعا زحمه. ايه. ننزل نروح الكافي ذاك اللي وين؟ بدون تحديد. المدينه؟ لا بعدها. بعد وقف شخصيه اللي ما طلع لك كذا. يلا وين الجدول الحين؟ طبعا في الحبله تقول موجود. لا هنا تقول هلا هلا وشلونك؟ طيب طيب هلا. نزل راتب. نزل راتبك ولا باقي؟ ما نزل الحين خلاص. واليوم في الليل. المهم نعطيها كذا. اليوم الثاني والله ما يحس بالنا. والله ما يحس بالنا. نروح للساجر. شوف ترى ما تخرب الشخصيه عشان نحاسب. اسمع نروح للساجر في الفندق ذاك. طبعا احنا مصيفين احنا جايين. قد احنا مصيفين يعني بنطلع احنا مصيفين الحين ولا اهل ديره؟ لا احنا كم لي 3 شهور تراك بعيد يعني. نعم. ونقوم ناخذ لنا فندق 5 ستار يا اخي. خلينا نكمل سالفه. كل لا الله عاد بنروح البحر. والله نروح. والله نروح حبيبي بقى. والله لو والله ماني بحب. والله لو وديك. خلينا ندق. والله لو وديك فيكم بهاتنا. لا لا فيكم بهاتنا. معزمين زواج. بهاتنا مع عبد الله ابو خبل. لا معزمين زواج بكره. ايه. نرقد الى العصر. نطلع ملابس المغسله. ايه. اجتماع الاخويا في محطه. ايوه. نروح نثلث.
ما في الا مثلث، نروح مثلث نجي السلام عليكم هذا اجتماع الخيار. كم معك؟ 1000 100 200 سجل سجل 5000 انا خزم يلا. المهم نجتمع يجيك الزامل لا 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 يا لا لا يصفون الخيار، يجيك واحد يعطيها السلام عليكم مرحبا بكيف كيف انتو؟ عافيك طيبين؟ طيب تو كله حاله هلا بكم شهر كيف انتو يا رجال؟ عافيكم طيبين؟ الله فيكم اجورين يا مرحبا ومسهلا الله يعافيك اخو منين؟ صلوا على رسول الله علمي عفا علمنا عفاكم يا سلام الله سلام من يعم الحاضرين يا هلا الوقفات وهلا العلوم الغانمه يا لك ذا الزواج يا ابو علي وجعله على مرضة الله الف عليك اصبر شوي الف اخوياك اللي تشوف وانت سمعت سمعت الف اخوياك اللي تشوف سلمين ومباركين ونفاع حبابكم ماني بكبرهم قدر ولا اني بكبرهم عمر ولكن قدروني وكبروني وقدموني ما تلاق ما تلاق واليوم خير ولا ينفع الا الله الهنا عليك بعطم يطلع في الظرف معنا لك هنا 157,543 ريال لا هذه قيمه شاورما ما لها دخل فازلت الشرع ماكل قبل يجي انهي واجد فت تستاهلها ومن هلها وفي محلها وانقل شيء معذرنا على قولها والله يا زودها ويا نقصانها في وجيه من السقين وسلام تلقي مرحبا والله ما سهل اخوي ام الطاليق وانا لبكم هلا معيني عصفت راسي شوش توبه شوش توبه آه. اسمع اسمع ما يجري شيء الله ما نعوذ بشيء جنابه طيب يا مرحبا ومسهلا الله معناه طيب وافق بسرعه وافق بسرعه 157,000 عاد 157,000 حبيبي ذي جيب لك جكساب و743 ريال على طاري يوم قال واحد انه شايب بدون ذكر اسم القبيله اقبله اخوي ولده صاف والشايب عرفت اللي مجامل عنده صفر فل ما في مجامل مجامل صفر يعني تقول لك حلقه وما يحبك ايش تبغى؟ المهم قام واحد وتكلم خاوي احنا اخويا ولدك ولدك مطلق وعلومه غان وما ادري ايش يقول اود وخلى شيء يطلع كذا هم من هم يده هم يد ولدي هم يدك والله هم يدك يوم خلاص قال ها ولدي ولدي اعرفه ما طلع من عند امه لمسه هو ولده بس انا لا والله اني ولدي ما قطع من عنده مال لا لا تمسك اول الامس لا تعنيني بالكلام لا تضيرونها بالحكام لا تضيرونها بالكلام ما غير معكم 6 شهور ولا سنه منعكم الحكم الزايد جواد ايش فيك الولد لا تمد يدك الولد 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 بيني وبينك انحرج والشايب مع حق وكذا يعني شيء زين وشيء مو زين لما دخلوا دخل عليهم الشايب قال ولدي ونعم لكن انت حطيت شيء مو شيء ما بكرة تعينها ما عاد يقطع راسه راس حطيته حامل حد بعض الرياجيل بعض الرياجيل مثل المطيح فرحنا البحر خلص الزواج لا لا اسمع اسمع هو تدري فين كان حال تدري فين كان حال كان حال هناك انت سمعت اي بعدين راح وانه يحل هناك تدري وين اسمع تدري وين المحل تدري وين المحل اللي بغيناه إيه؟ هناك المحل اللي بغيناه عقب عرفت الاثنين ذلك وحطناه وراح اسمع وين في هذا انت مشى جانا طع السلام في كل مكان جانا حادث جاكم حادث ويقولوا صار عليكم حادث جانا حادث رحب الله المهم لقينا طع السلام احنا من ثلاث سياره جاكم حادث صدمنا حادث اه يعني صار عليكم حادث صدمنا الحادث هم صدموا الحادث وجيتوا آه انتم أيوة. انا الله طبعا احنا ثلاثه في يالوكس واحد اثنين ثلاثه انا اللي ايه اسوق ايه وذا الراكب انت اللي في النص حلو ملي مات اللي في النص انا بالله يا علي المهم هو ابعد شيء عن ايش قالوا بيت الله قالوا بيت الله عبد الله جت سيده على طول نصين السياره لا حول ولا قوه قالوا ما يدنا حاجه لازم تودونا هلا يا ولد رحنا استاجرنا هلوكس على طاري هذا كمل كمل رحنا استاجرنا هلوكس ايش السالفه المخيسه دي؟ اسمع انا ماني في النص غير محلي مستحيل حطني الصندوق انا قاعد بطلع الصندوق لا تخليني بالنص اروح البقاله واشتري لي 25 ثلج كيس
احطها بالصندوق. مهيته هو لا ما حط ما حط الرجال هم ادفنه بثلج وخليت راسه ميت ولازم اودي له. الله اجيك مع طريقه الحجاز اوت الحجاز حبيبي قد حت الثلج وانت عاد كبل والله العظيم اسمع بيجيك يوم قد حم هي النماص ايه ما في مطب النظر في الشارع لا لله لا ما النظر في الشارع خلا مطب بسرعه هذا اللي يسوق ومشغل شيل مشغل خالد البريك حزين لا لا مكل شو شيل العيال مدينا مغني ذي مشغل خالد البريك ابعد عن الناس قبل الناس تطيرك المهم الشيل على سرعه على مط عندهم مطب تشوف تشوف البحر منه حبيبي قل المهم المهم انضرب الرجال صحى هذا ابو نصر سبحان الله صحى اللي انقسم نصين لا ما انقسم نصين جات الضربه جات الضربه عليه بس ما مات الحين نحسب انه ميت وهو بس يبغى له انعاش حلو يعني حطيته في جاكوزي ايوه حلو لا جو حلو الشيله اللي يدق الدريشه طالع ارحب ارحب انت المهم نزلناه وركب معنا قال هودني البحر راس قديم احده يوم قد حين باقي على الباحه 10 كيلو ما هو الدنيا هو باقي اللي معه سيارة احسن احسن خلهم انا لك خلهم اي سواء مر الباحه قالت خليني بتعشى عند هلي وبحط اثنين في صندوق مر البقاله شرى لهم ثلج لا احطهم في الثلج يطم السلام ومعود الاباء لا لا المهم شرى ثلج وحط اثنين شوي طع السلام ورجع المطرب نفسه سبحان الله يا قال كذا للعيال السلام عليكم ركبوا معه قالوا والله انت ركب على اليمين يوم قدره هذه قدره الله المستعان يوم قدهم قبل بالاحمر بالاسمر بالاحمر يقولون في لف تنشينه اخر بالاحمر وانت بدك ايه تنزل لين هذه تريت واقفه كذا ولا لوكس جت الضربه على من على الراك لا ان شاء الله مع السواق لا لا على الراك ركز ما انا اسوق طيب تعال انا اللي اسوق تعال والله العظيم انا ايوه المهم لقينا من اللي في التريله طيب بحضر كيف سوى كذا صح وجهه حق التريله انت تحمل بلاط والله اني صادق تحمل بطحه بطحه المهم يس بعلمك سالفه المهم قالوا توفى ودي مستشفى بالاحمر واحد من الشباب معنا الله يغفر وديه مستشفى بالاحمر سوى الذي اللي كذا شلل شلل عيا لين يشتغل لين يشتغل عيا المهم انه عيا ما يشتغل يا رجال يحاولون فيه يحاولون فيه يبغون فيه قام بس يقول قيز ورجع منو سالم حبيبي هذا اشتراك سالم عليك في وجهك يا شيخ ابو سالتك المقيسه المهم ركبنا لا يا ابوي ما فيه لا كل سالته صادق انا توفيت في الرحله ثلاث مرات كل مره تنوم يرصعون بي تترمس ومعي ثلج يودوني هذا شوي اصحى سلامات ما باسلوب السالفه دي المهم قال ريان والله ما معكم هركبنا احنا اربعه ايه عرفت عندي الجير انت ليش السالفه اللي ما ادري عنها ما تصبر اصبر انت معنا ذاك اليوم المهم سالم غامدي معنا ذاك اليوم سالم غامدي يوم الله يرحمه يوم كنت عند جامعه الملك خالد على جيه راعي كابرس انا لا اله الا الله ولا هو قد علمني يا رب انا تفشل بالسواق انت تعلم له هو معنى خلي سالفه لا انا في الترمس المهم على جيت انا اعلمك على سوالف الثلج اللي معي وش علوم ومش قال وش قال ثلج مطلع على ولدي على جيت راعي هالوكس ثاني سبحان الله صدم ولفت قامت وش ذا السياره اللي على كثر ما جاها من الحوادث هي بعد تمشي انقسمت نصين وهالوكس المطاطيه يا ولد شفت الكبر ما في مسمار يقول نط المسمار سبحان الله بقوته لين سقحنا في من اللي عند الجير منو انت اضع ابو يا مسلم لا بلع عبد الواحد صحيت صحيت هفداك مره ثانيه مره من عند المطب حلوه هم رصعوا على قالوا ميدنا وموت لا قالوا ميدنا هو رد عليهم ترمس ما قلت يا ما راح للترمس يا ما جاء يا ما راح يا ما جاء قالوا الرجال سك توفى حاجي قالوا الرجال سك توفى مقطار يا ابوي قالوا الرجال سك توفى نروح نمر المنسك اعرف واحد هناك يبيع ثلج واجد ونعبي حط طبقات ثلج واجد يعني مقصرين في حقي اول ما اعطتني ثلج زين عشان المهم ونجيب حبل يوم امتلى الصندوق ثلج ايه لا الثلج هذي منين من مساك يوم جاء المطر ايوه
حبيناه ابيض برد حلو ونجيب حبل نقرب عشان ما تقوم مرت واحده صدق جده خوينا ماتت صحت صدق اقسم بالله والله كيف يا عتوي والله العظيم جده في ذمتها والله الذي يقول والله الحين شللناها والحين قفلنا الغرفه والحين نبكي يقول للدكتور المجاب شللل اشتغلت نعم يقول شللل صحت يقول فيني ضحكة وفيني بكوي لا هذا يقول ما تدري انا اعلمك والله المهم يوم قلت حن فيه بالاسمر مرة ثانية وكم قعدت متوفية؟ ساعة يقول خذت يمكن ساعة لا اله الا الله والله سيء كنت ثلاث مرات ما جاك شيء سبحان الله والله صدق يقول سبحان الله امتياز لا يا اخي قلبي توقف قال والله لا صحت لا انت اللي اربع دقائق ثلاث مرات صدق والله صدق انك ثلج عرفت اللي سبحان الله كيف ان الله اذا عرفت اللي